وايد مهم ان الواحد يحافظ على الاكل بالذات بوجبه الفطور، لان نكون يواعه وممكن نفرط بكميه الاكل اللي قاعد ناكلها. فمن الاشياء اللي ننصح فيها ان الواحد يقسم صحنه، ممكن تاخذ صحنك وتقسمه، تخلي نص الصحن ممتلئ بالخضار او مثلا السلطه والورقيات اللي ما فيهم وايد سعرات حراريه وما يرفعون معدل السكر بالدم، وبعدين ممكن ربع الصحن يحتوي على نشويات فالعيش او الهريس او التشريب، وبعدين الربع الثاني يحتوي على البروتين لانه راح تحتاجه، فبروتين مثل الدياي أو السمك أو اللحم أو حتى البقوليات تقدر تساعدكم وتشبعكم في فترة الفطور.